الجنيه ماله الجنيه ماله الجنيه ولا ليه اي لازمه. الجنيه ما بقاش زي الاول. انت ايه رايك في القرار اللي اصدرته وزاره التجاره والبيئه؟ قالت لك ان احنا عشان نرجع الجنيه لقيمته ونرجع له هيبته تاني هنزود الدخل القومي ونقلل المخزون النفطي. ايه رايك في القرار ده؟ والله ما نزودش النفط نقلله. دلوقتي عندك وزاره البيئه والتجاره انت معايا؟ معايا عشان ترجع للجنيه قيمته مره تانية. بتقولك ان احنا هنزود الدخل القومي ونقلل المخزون النفطي. رايك ايه في الكلام ده؟ والله الكلام ده اساسا هيعلي قيمه الجنيه يعملوه. بس هو الجنيه كده كده مش شايف. هل انت شايف ان الكلام ده صح ان احنا نزود الدخل القومي ونقلل المخزون النفطي، ولا ان انا اقلل الدخل القومي وارفع المخزون النفطي؟ شايف ايه الاصح؟ والله صح اساسا يعني يقلل المخزون النفطي وبعد كده يقلل يرفع قيمه الدخل قومي. بس انت مش مذاكر؟ لا لا مش مذاكر، مش مركز معاك. يعني الجنيه الامريكي احسن من الجنيه المصري؟ كتير طبعا. هو الام طب الجنيه الانجليزي ولا الجنيه الامريكي بالنسبه لك من ناحيه ايه بالظبط؟ الجنيه الامريكي ولا الانجليزي؟ يعني عموما كعمله ماشيه. عمله ماشيه الوقت ماشي اليورو والدولار. تمام. يعني الجنيه الامريكي احسن من الجنيه المصري؟ اكيد كتير. نرجع للجنيه انتو تاني ماشي، نزود الدخل القومي ونقلل المخزون النفطي. رايك ايه في الكلام ده؟ هل الكلام ده ممكن يفيد الجنيه؟ طبعا. ازاي بقى؟ هل انت رايك ان احنا نعكس اللي هو نزود المخزون النفطي ونقلل الدخل القومي؟ انت الاثنين صح؟ الاثنين شغال؟ انا معاك في اي حاجه. معايا في اي حاجه؟ بالنسبه لباقي العملاء الجنيه ما بقاش مستوي اي حاجه. السوداني عدانا والليبي عدانا وكل العملاء عدتنا. والصومالي بقى الصومالي عدانا. مش هنتكلم بقى على الجنيه وصاد الدولار وصاد اليورو. نرفع الدخل القومي ونقلل المخزون النفطي. رايك ايه في الكلام ده؟ كلام سليم، واتمنى انه يتنفذ في اقرب وقت. عشان ايه بقى سليم؟ عشان في ناس في تضارب اقوال كتير في الحته دي. في ناس بتقول لك نرفع مخزون النفطي ونقلل الدخل القومي، وناس بتقول لك العكس. لا احنا نرفع الدخل القومي. ايه وجهه نظرك انت؟ نرفع الدخل القومي وهتلاقي الجنيه بدا يرفع معانا واحده واحده. نظبط الدنيا، نخلي الجنيه يبقى ليه قيمه وسط العمل الاخرى. طبعا ده مش صحيح. ممكن ايه؟ مش صحيح. طب ايه الصحيح بقى؟ صحيح. نعكس نزود المخزون. نعمل ايه؟ نزود المخزون بتاع البلد اللي الدخل بتاع البلد. لا احنا قلنا في الاول نزود الدخل. لا نعكس. نعكس ازاي بقى؟ نزود المخزون النفطي. ايوه ونقلل في الدخل الايه؟ الدخل القومي. قومي. قول بقى تاني. نقلل المخزون بتاع النفطي. نزود المخزون. ما تلخبطناش يا حاج، ما تلخبطناش. ها والله نزود المخزون. اعمل لك كده معاك. طيب مخزون مخزون النفطي. ايوه طيب نقلل ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ بتاع اللي انت قلتها. انا عايز جمله مفيده. قول لي جمله مفيده عشان افهمك. مش انت قول ايه؟ البتاع الدخل بس. اوعى تنسى حبيبي حاج.